على اثر قضيه غلق طريق السريع الغربي على مستوى منتزه دنيا اتجاه زيرندا، وعرقلت حركه المرور واعاقتها من طرف موكب زفاف، فتحت السريه الاقليميه لامن طرقات الدرك الوطني بزيرندا تحقيقا في القضيه، اسفر على توقيف الفاعلين عددهم 11 شخص وحجز 7 مركبات و80 دراجات ناريه، وتم التعرف على شخصين اخرين هم في حاله فرار. الموقوفون قاموا بالاحتفال بالزفاف على مستوى الطريق السريع الغربي وغلقه، متسببين في عرقله حركه المرور واعاقتها، والحقوا ضررا بمستعملي الطريق. هذه الافعال تنص عليها الماده 408 من قانون العقوبات، والتي مفادها كل من وضع شيئا في الطريق العمومي او ممر عمومي من شأنه أن يعيق سير المركبات أو استعمل أي وسيلة لعرقلة سيرها، وكان ذلك يقصد التسبب في ارتكاب حادث أو عرقلة المرور أو إعاقته. تم تقديم الفاعلين أمام السيد الوكيل الجمهورية لدى محكمة بير مراد رايس، وحجز المركبات والدراجات النارية ووضعها في المحشر.